رب الأول أنا أوصي دائما أنه يقيم كل واحد في بيته أو في غرفته مع رفاقه كطلاب موفدين حفلة جلسة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن وشيء من السيرة أو مولد مما ألفه علماء الحديث رحمه الله تعالى وأن نكثر فيه من أعمال الخير والصدقات والصلات اللهم هذا علينا على المسلمين بكل خير وعافية وسداد وصواب وزدنا إيمانا بك وبرسولك وبكتابك وسنتك وعملا بهما اللهم آمين صلى الله عليه وسلم الفاتحة